كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. اللجنة التنظيمية ديال المهرجان تاع جدة والشاء من خلال المهرجان كانوا دابا 10 ديال الفاكسان اللي ضربنا حنايا اكتسبنا واحد المنعة ما نقولوش. نتمناو ان التوفيق. بالنسبة للوسط الصحفية الاخوان عطينا معظم التصريحات في البداية باش نبدأ الموضوع مباشرة بالنسبة غادي نعطي الكلمة للسي محمد ياسين العشاب اللي هو معنا في الإدارة ديال المهرجان من الجانب الشكل الفني هو واحد العديد من الأسماء اللي غادي يتم التقديم ديالهم في الأيام الأخيرة ديال المهرجان في قاعة ديال التكنوبارك. السي محمد ياسين العشاب رجل من رجال هذا المهرجان نعلن عن انطلاق فعاليات العقد الأول لمهرجان طنجة الدولي للشعر الذي تأسس سنة 2013. هي مناسبة أن نقول لجمهور مدينة طنجة أن المهرجان يضرب له موعد من 4 نوفمبر إلى غاية 20 مايو. البرنامج ديال المهرجانات السنة هذه توزع على واحد العديد من الفضاءات الثقافية والتاريخية إضافة للمؤسسات التعليمية والمؤسسات السجنية. ملي كنقول المؤسسات التعليمية يعني الأمسيات الشعرية ديال التلاميذ اللي تم انتقاء ديالها من بعض الإعداديات والثانويات. وهذه مناسبة أيضا أن نشكر ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة على الدعم المستمر لها ديالها للمهرجان طنجة الدولي للشعر. وفي نفس الوقت نوجه رسالة لسيد الوالي ونقول له بلي أن احنا كجهة منظمة نلاحظ يعني واحد التراجع كبير جدا على المستوى المجالس المنتخبة وخصوصا المقاطعات في الدعم اللوجستيكي اللي كان كيوفر واحد الحيز كبير نفسي وراحة من اللجنة التنظيمية. وهنا كنستثني المقاطعة طنجة المدينة والمقاطعة ديال بني مكادة. أما بالنسبة للمجالس الأخرى هي وعود ونتمنى أن هذه الوعود أنها يعني تترجم على أرض الواقع. وهذه مناسبة بصفتي الشخصية وباسمي الشخصي أن أوجه رسالة أو بالأحرى شكاية مباشرة لصاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بوزارة الثقافة الذي تبين أن الوزارة تهمش هذا المهرجان. وهنا استثني الفترة ديال السي محمد الأعرج، كيف يعقل أن جمعية مدنية متشبتة بالثوابت الدستورية والوطنية أنها كتنشط على المستوى الثقافي من أجل المساهمة والرقي به اللي كنواكبوا به البنية التحتية اللي عرفها المشروع ديال طنجة الكبرى، ووزارة الثقافة غائبة منذ تأسيس هذا المهرجان إلا في حالة نادرة. هذا السنة بإعلان عن تنظيم مسابقة تميزت بشروط محددة في السن وفي الجوهر وفي كثير من الأمور التي تتعلق بالجانب الشعري. والهدف الرئيسي من هذه المسابقة طبعا هو الرقي بالأدب، الرقي بالشعر، يعني كما أشار الأستاذ حميد النقراشي، يعني في مواجهة الإسفاف ومواجهة التراجع وانتحال صفة الشاعرية من كثير من الشعراء، والمعول عليه هو جيل الشباب. جيل الشباب يتم اكتشافه من خلال هذه المسابقات. بالنسبة للبرنامج الفني لهذا المهرجان، نعلم أن الاقتصار على الإلقاء الشعري يخلف نوعا من الرتابة أو من الملل، فهناك فقرات موسيقية وفقرات إنشادية، لعل أبرزها فقرة السهرة التي ستقام بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء ومشاركة الفنان محمد الأشراقي في الأمسية الأولى من الأمسيات التي سيستضيف فيها المهرجان ضيوفه الذين يفيدون عليه من خارج المغرب. وأيضا يتوج هذا المهرجان في ليلة الجمعة 18 من شهر نوفمبر بسهرة أندلسية يحييها جوق المعهد الموسيقي لمدينة طنجة برئاسة الفنان العالمي المشهور محمد العربي السرغيني، وستتضمن يعني فقرات من الميازين المعروفة في الآلة الأندلسية. حقيقة سعيدة جدا لمشاركتي اليوم في فعاليات مهرجان الدولي
للشعر بطنجة. سعيدة لأنني أتواجد في افتتاح هذه الفعالية والتي تحتفي بعشر سنوات من العمل الشعري الجاد والدؤوب لمنظمي ولإدارة المهرجان. أتمنى كل التوفيق لهذه الدورة. بالنسبة لهذا المهرجان ومهرجان هام جدا لأنه كما قلت يستقطب أسماء وازنة في عالم الشعر إن كان على المستوى الوطني أو على المستوى العالمي.